النهاردة هعمل سموزي المانجا بالآيس كريم وعصير الأفوكادو بالمكسرات. هنحط في الخلاط كوباية عصير مانجا، 3 بولة آيس كريم مانجا، ثلج مجروش ونضربهم في الخلاط. هنحط في الخلاط كوباية لبن ساقع، 6 بولة آيس كريم فانيليا، ثلج مجروش ونضربهم في الخلاط. ونعناع للتقديم. دلوقتي هعمل عصير الأفوكادو بالمكسرات. هنحط في الخلاط كوبايتين لبن، حبة أفوكادو متوسطة، 3 معالق عسل، مكعبات تلج، 2 بولة آيس كريم فانيليا، وهنضربهم في الخلاط لمدة 3 دقايق. مكسرات للتزيين. وبكده أكون عملت سموذي المانجا بالآيس كريم وعصير الأفوكادو بالمكسرات. المقادير والطريقة هتلاقوهم على موقع نادي الذواقة المصري وموقع الوصفة.com.